خلونا نكمل مع حضراتكم في عيد الحب. زي ما كنت بقول لكم الجيران لازم يحبوا بعض مش يقعدوا لبعض، الجيران لازم يودوا بعض مش ينقروا في بعض، الجيران لازم يبقوا ظهرهم وكتفهم في كتف بعض مش يرازوا في بعض. الجيران بتوع زمان، بتوع الطبق الحلو اللي بيروح للجار ما يرجعش فاضي يرجع مليان، الجار اللي يسد عنك، الجار اللي يدافع عنك، الجار اللي هو زي اخوك ويمكن اكتر. في اسكندرية قصة حب وعشرة من نوع خاص، الجيران. مصر، الجيران في مصر حاجة تانية، واستحالة هتلاقي الجيران في مصر زي الجيران في اي حتة في الدنيا. وعبر زوم معانا بقى مين؟ معانا السيدة الفاضلة مروة احمد شحاتة. ما كانتش من اسكندرية ولا ايه؟ ولا كانت من اسكندرية؟ صح، ما كانش من اسكندريه وراحت اسكندريه. ومدام ماجده عبد المنعم جارتها من اسكندريه، ومدام هاجر عادل زوجة نجل الجاره، خد بالك الاطفال، ايتن عاصم بنت مدام مروه، سامي السيد ابن مدام هاجر، ريناد السيد واضح انها بنت مدام هاجر برضو، ومازن محمد حفيد مدام ماجده. احنا شايفينهم قدامنا اهو منورين منورين منورين، فرحونا بحدوتة احلى جيرة. ازي حضرتك يا استاذ يوسف؟ اخبار حضرتك ايه؟ انا الحمد لله كل سنة وحضرتك حي طيب وارزق وانتم طيبين وبالصحة والسلامة. مين يبتدي الحدوتة بتاعت احلى جيرة؟ شوف حضرتك عايز تبتدي بقى مني ولا منها؟ يعني ناخد الحق، هي اللي هتقرر. يلا. لحين حضرتك تحبه. لا يلا بينا. معي الحاجة معاك ايه؟ ازاي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دي الهنا يا دي النور. الله يكرمك. الله يخليك، الله يخليك. عايز اعرف حدوتة الجيرة بتاعتكم. مروة دي تعتبر بيتي وحبيبتي وروحي وما استغناش عنها ابدا، واما بتمشي في حته ببقى زعلانه، وجاره يعني مش جاره دي اختي ليا وبيتي وحبيبتي وكل حاجه في الدنيا ليا، وربنا يخليها لي، وجوزها استاذ عاصم راجل محترم وطيب طبعا، جم الكويت بقت فرحانه بيه ومش عايزه اسيبهم، وقاعده معاهم على طول، يسافروا في حته انا اعيط عشانهم، يروحوا في اي حته ابقى زعلانه مش عاوزه اسيبهم. يا رب ما يجيب عياط ولا زعل ولا تعب ولا اي حاجه، انا شايف قدامي عيله اهل، مش شايف قدامي جيران. امتى 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 اتعرفتي على مدام مروه والمحبه دي حصلت ازاي؟ ايه اللي جرى؟ جيت من الكويت، جيت اسكندريه، عرفتها اما جيت من اول يوم، حبيتها ومش عاوزه اسيبها، وبقيت فرحانه بيها، ودخلت عليها وهي دخلت عليا، وما بنسيبوش بعض ابدا لغايه ما ننام نسيبوا بعض. لا يا حاجه، انت قلبتي اسكندراني خالص، بتقولي بيتي. نعم قلبتي اسكندراني خالص، قلتي بيتي بيتي، وقلتي ما بنسيبوش بعض، ده انت كده بقيتي اسكندرانيه خالص. ما هي الحاجة يا استاذ يوسف اسكندرانيه اصلا. ايوه انا اصلا اسكندرانيه، هي من الكويت، ومروه هي مش اسكندرانيه، انا من المحل اصلا، انا من اسكندريه، كنت مسافره الكويت 10 سنين وجيت هنا من 5 سنين كنت معاك. ايوه انا محلويه اصلا، محلويه هي كمان من محل قلعه الصناعه دي يا مروه، قلعه الصناعه اكيد. قولي لي قلبتي اسكندرانيه ولا لسه؟ لا قلبت دلوقتي كلامي معظمه اسكندراني من كتر ما انا قاعده معاه على طول. بقيتي بتقولي بقى طلعت السلم؟ مش هقول لك كله، ممكن شويه شويه. لا يعني خدي بالك انا مراتي اسكندرانيه، فما خدي راحتك. لا ده احنا اللي نتشرف يا ستي. طب احكي لي احكي لي احكي لي يا مدام مروه، لما جيتي واتقابلتي مع الحاجه وتعاملتوا في البدايه مع بعض ازاي؟ المحبه دي اتبنت ازاي؟ بصي يا الحاجه عشريه جدا، انا من نوع يعني مش عشريه شويه، من اول يوم انا وصلت هنا السنه الاولانيه كنت بروح واجي الكويت، كنا مع بعض على التليفون، بس لما جيت واستقريت هنا هي اللي كانت بتجيلي دايما،
كل حاجة. أقول لك إن يمكن لو عملت أكلة لازم أكلها معايا، قاعدين مع بعض طول النهار، ما بنسيبش بعض غير على النوم بس. بجد مش بقول لك كده عشان طول اليوم. التلفزيون ولا حاجة، هي عوضتني على الدنيا كلها. أنا أهلي مش هنا، أنا أهلي في المحل، يعني أنا قاعدة هنا، لا أهلي جوزي هنا ولا أهلي هنا، هي معوضاني عن الدنيا كلها. خلاص، هي الأهل، هي العيلة. والأولاد الحلوين الطعمين دول، دي بنتي ايتن، للاسف انا ولادي عندي ولدين تانيين بس مش موجودين حاليا في الصعيد، انا حتى ولادي بيقولوا لها يا تيتا. طب كويس جدا. ما عشان كده انا بقول لكم انا شايف قدامي قعدة اهل وعيلة. طب بصي بقى، علشان انا احب الاكل قوي يا مدمر. والله يا حاجة ما اقولكيش، انا شايف قدامي كده ايه، قعدة حلوة ولقمة هنية تكفي مية. قولي لي بقى اللي قدامكم ده ايه، مين عمل ايه ومين جاب ايه؟ هي اولا كانت ناقصاك، يا ريتك كنت تبقى معانا. يا رب يخليك، يا ربنا يبارك والله لكم، بجد. الف هنا عليك. هاجر بقى اللي جابت الهريسه وجيبيه، وام جابر جابت العصير، واحنا بقى جبنا الموز. وفي الله بقى حاجه الله. ساقعه بس قالوا شويه بقى كده ونجيب. طب احنا عاوزين نتقل في العشاء يعني، مفيش مانع ولا مفيش ايه؟ مشكله، الدايت مش هيبوظ كده؟ النهارده عادي. ربنا النهارده اليوم يهنيكم، الفري. ربنا 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 مش كده؟ يكرمك. لا ده انا عندي بتاع 3 اشهر فري، فما عنديش مانع. فربنا يهنيكم منورنا يا والله. رب، يا رب يخليكم، ربنا يهنيكم يا رب ويديم عليكم المحبه، وتفضلوا دايما يا رب اهل وعيله، علشان ده مثل يا حلو قدام مش بس مصر، بيني وبينك احنا بنضرب مثل قدام الدنيا بشكل الروابط الاجتماعيه اللي ما بيننا وما بين بعض. احنا الجيران دايما اهلنا مش جيراننا، مش كده ولا ايه؟ على فكرة يا أستاذ يوسف، عايز أقول لك على حاجة. أنا جالي من سنة تقريبا مرض الكورونا واتحجزت في العينية. ألف سلام أكتر عليك. ناس وقفت جنبي الله يسلمك هي ناس دي. هاجر دي كانت هي المتولية أمر ولادي وبيتي، هي والحاجة أكتر ناس وقفوا جنبي، ودي يعني أكتر فرصة أقول لهم قدام الدنيا كلها إن هم بجد أحسن من أي حد في الدنيا. أكتر ناس وقفت جنبي بشكرهم بجد والله. هاجر قاعدة ساكتة وهادية يمكن عشان مستمع حضرتك، لان السماعات يا معانا جوز. احنا لما في سلم المنزل. لنا عليها، سلم لنا على يسلم الأولاد، عليك يا هاجر، يسلم وسلم لنا عليك على يا بنت، الولدين اللي مش موجودين معانا النهاردة، الله ونسمع يسلم عنكم دايما عليك. كل خير، كل خير. كل سنة وحضرتك طيب، وفرصة سعيدة ان احنا احنا تعودنا على أسعد، حضرتك. وتشرفنا بيكم وفرحنا بيكم وفرحتونا كلنا بصراحة.